مرحبا اسلام، قبل ما نبتدي هتلاقي تحت في الديسكريبشن رابط كل الداتا المستخدمه في الوركشوب. ما تنساش تعمل لايك وتشارك المحتوى مع حبايبك. ترتيبهم حاليا كويس، مرضي بالنسبه لي، بس ممكن اخدهم موف لفوق شويه بالشكل ده كده. نبتدي كمان ابدا اكبرهم من الناحيه التانية. بس هحاول بس ما يكونش نفس النمط عندي واضح بالشكل ده كده. لو حابب ان انا اعدل شويه ممكن افتح الجروب وابتدي اعدل عليهم. ممكن اخد دي موف بالشكل ده كده شويه، ممكن اخد دي فوق شويه كده الى حد ما، بس بقفل يكون بشكل كويس. ممكن بس اعمل لهم روتيت كده. اوكي، ممكن ارجع تاني اخدهم موف بالشكل ده بعيد عن المبنى، بس ممكن كمان ارجعهم شوية لورا. مش حابب اطلاقا انه يبان عندي فراغ كده مرة واحدة، محتاج بس يبان مبنى وبعد كده فيه اشجار زي كده تكون شكلها لطيف. خلاص على كده ممكن بس اعمل اخر تيست للمكان كله بحيث اشوف المكان شكله عامل ازاي. ممكن اقوله بس انتراكتف والغي من هنا بعد كده دلوقتي الريجون. ممكن بس كده احاول شوية اغير في النسب هنا شوية، ممكن اكبر شوية النخل هنا. بالشكل ده كده بحاول بس ارسم حاجة هنا يكون شكلها لطيف. اوكي، الدنيا في افضل احوالها. ممكن اقول دلوقتي ستوب وابدا اظبط الاعداد بتاعتي بحيث افاينل اللقطه دي. انا مش محتاج اكتر من لقطه واحده بس، فممكن اقول دلوقتي اروح للاعدادات بتاعت الريندر. محتاج دلوقتي اظبط الفريم بتاعي، فممكن ارندر على 3000 بالشكل ده كده. ممكن بعد كده هروح عندي على الفري، اتاكد ان انا برندر بروجريسيف. ممكن في الايمج اسمبلر هخلي المينيمم بتاعي 4، هخلي النيو ثريشولد عندي 0. كده كده انا محتاج اقعد جنبها، فبالتالي مش هعمل لها تايم بالدقايق. الايمج فلتر هلغيه. الانفيرومنت هتاكد بس ان انا حاطط اتش دي ار اي. هروح على الجي اي في جلوبال الانيميشن، بشتغل اريانس ماب ولايت كاش. هنزل على الاريانس ماب هعمله مثلا لو يكون كويس عندي اصلا فيري لود الدنيا تمام، بس وليكن هخليها لو. لايت كاش عندي 1000، انا ما عنديش مشكله فيه، ما عنديش مشكلة برضو في السيتنج. هروح في الريندر إليمنت، هقوله محتاج بس أكتف الريندر إليمنت، وابتدي أحط في الريندر إليمنت عندي إدي نويز، وأحط كمان الفريرو لايتنج، فريرو ريفليكشن، الفريرو ريفراكشن، محتاج كمان السبيكولر، ومحتاج كمان الواير كولر، وأقوله أوكي. قبل ما هضغط ريندر بس هتأكد من حاجة، هروح من ديسبلاي من هنا أقوله أوبجكت كولر. هتأكد ان كل حاجة عندي ليها كلر مختلف. اي حاجة محتاج ان انا اعمل لها سيلكشن هقدر اعمل عليها سيلكشن بمنتهى البساطة بواسطة الواير كلر بتاعها، فالدنيا هتكون لذيذة جدا، ما عنديش اي مشاكل في حاجة. هقوله كنترول اس، وبعد كده هبتدي عملية الرندر على طول. تمام، خلاص هبتدي عملية الرندر على طول. هفتح الفريم بفر عندي بالشكل ده، ابتدت تعمل عملية رندر. هنسيبها تاخد وقتها، بعدين نرجع نسيفها ونقفلها فوتوشوب. بكده خلاص اللقطة عندنا انتهت من الريندر، جودة كويسة مقبولة. هقدر ان انا اشتغل دلوقتي
عليها على الفوتوشوب. هعمل دلوقتي فايل سيف اول ايميج شانل، بعد كده هروح ابدا اسيف الفايل بتاعي في الفولدر عندي الخاص بالفوتوشوب. ممكن ابدا اخد هنا اللينك بتاعي واقول له هنا بيست اوبن، بعد كده بعمل هنا نيو فولدر وبسميه كام 01 بالشكل ده كده، ببتدي ان انا اسيف اول لقطه عندي بالشكل ده، اقول له محتاجها بي ان جي واقول له سيف 48 بت، اقول له اوكي. ثواني وبتكون اللقطه جاهزه عندي ان انا اشتغل عليها على الفوتوشوب على طول. كده انتهت اللقطة عندي في السيف، ابتدي افتحها عندي على الفوتوشوب. دي كده اللقطة الاساسية عندي، هاخد كمان عليها الباس بالشكل ده كده. وطبعا هفتح عندي فولدر الخاص بال HDRI وابتدي ادور على HDRI تكون نهارية او اللي انا اشتغلت عليها اصلا، ممكن حاجة زي كده. ابتدي اشوف اللقطات المناسب عندي لزاوية اللقطة اللي انا اخدتها، بس في الاول هبتدي بس اوقف كل الباص بحيث اشوف اللقطة عندي بالشكل ده كده، وهشوف ايه المناسب لنفس الزاوية بالظبط. عندي حاجة زي كده هي عكس الزاوية بتاعتي، بالتالي دي مش هتنفع، كذلك دي العكس. انا ممكن اخدها واعمل لها فيلب، بس خلينا برضو نلف كمان نكمل ممكن نشوف حاجة افضل، حاجة زي كده كويسة السحاب فيها مش كتير واخدة نفس الزاوية، فبالتالي دي افضل حاجة. 90-93 فبالتالي هروح لنفس الفولدر 90-93 هي دي، بالتالي هفتحها عندي على الفوتوشوب. هبدأ بألت اعمل لها سكيل بحيث تملى عندي المشهد بالشكل ده كده، ابدأ اخدها فوق، هبتدي احطها عندي بس في الاول خالص، مش محتاجها ان هي تبان عندي بالشكل ده كده لانه المود هيكون مش نفس المود، فبالتالي بس بسحبها تحت حاجة بسيطة بالشكل ده كده بحيث تختفي. محتاج معايا شكل الاضاءة ده، التدريجة بتاعت الاضاءة اللي موجودة في الخلفية تكون من تحت لفوق بالشكل ده كده. طبعا هي عندي الى حد ما الموضوع محتاج يوسع معايا لفوق، فممكن اروح من هنا من الكروب وابتدي اوسع معايا اللقطة لفوق. بالشكل ده كده بقدر كافي، اقول له اوكي. بعد كده بروح للصورة اللي هي في الخلفية وببتدي اعمل لها كنترول تي، ببتدي برضو اسحبها عندي لفوق بالشكل ده كده، بس ممكن اضغط شيفت بحيث بس ابقى بعمل لها سكيل بالشكل ده عمودي لفوق بس بالشكل ده كده. بعد كده ممكن اضغط على الت واعمل سكيل برضو بالشكل ده كده. محتاج بس الجزء الخاص بالسحاب اللي عندي على الشمال ده. اوكي، ابتدي ماتش عندي الخلفية مع المشهد بتاعي. حاليا ممكن اضيف البرايتنس عندي، ابتدي ازود البرايتنس شوية. ممكن ازود كمان كونتراست بحيث اشوف السحاب اوضح شوية الى حد ما. بعد كده ممكن اروح هنا على الهيو الساتوريت بحيث اقلل شوية الساتوريت عندي. كل ده على قد ما بقدر اجيبه من ريفرنس الصورة حقيقية فعلا بتاخده في داي لايت بالشكل ده كده. ده بالنسبة لي يكفي. ابتدي احط عندي اول لاير اللي هي السبيكولار وابتدي افتحها، ملهاش ترتيب طبعا، انا بضيف اللايرز بالطريقة اللي انا محتاجها او بالطريقة اللي انا بفضلها.
اروح من هنا وابتدي اقول له محتاجة سكرين، ابتدي اشوف بس التأثير عندي بيكون شكله عامل ازاي. تمام، انا محتاجه تأثير بسيط بس كده في الفيلم من ناحية المشهد كله، لكن ممكن افتح الوير كولر محتاجه يكون واضح عندي اكتر على العربية، فبالتالي هعمل سيلكت على العربية بالشكل ده كده، وهاجي على لير الوير كولر وهبتدي اقول له كنترول سي كنترول في، فبالتالي انا كده كبيرت بس اللير بتاعت السبيكولر في الجزء الخاص بالعربية، وابدأ اديله سكرين تاني وابدأ اشوف عليها التأثير هل كده بالطريقة اللي انا محتاجها ولا لا. ممكن ازوم اكتر، ممكن ابتدي اكابي تاني، بعد كده اخد لير الريفليكشن اعمل اوبن، بالتالي هروح على الفلتر، بالتالي هروح على القائمة هنا هقول له سكرين، ابتدي اقلل شوية الفل، اعتقد كده مناسب. بعد كده كمان هاخد الريفراكشن، افتح الريفراكشن واقول له محتاجه كمان سكرين، بالنسبة لي كده مناسب، لكن محتاجه اكتر اتحكم فيه على الازاز الخاص بالشباك عندي، فبالتالي هبتدي اعمل سيلكت بس على الجزء الخاص بالشباك بالشكل ده كده، بالتالي هرجع تاني للاير عندي واقول له كنترول سي كنترول في، وابتدي اقول له هنا سكرين او لايت بس هشوف التأثير عندي هيكون شكله عامل ازاي. محتاجه التأثير هنا يكون كولر بس، هقول له محتاج فلفل يقل شوية، لو قلت ان الشكل ده عندي هنا كويس ولكن هنا الموضوع عندي اوفر، فبالتالي ممكن اعمل له هنا ماسك. بعد كده هروح من الفرشة عندي برش وابتدي احط درجة لون اسود بس خفيف قوي على الجزء الخاص بالشباك على اليمين، بس احاول اقللها شوية. بعد كده ابتدي احط درجة لون جري خفيفة بالشكل ده كده، بعد كده هفتح اللير الخاصة بالرو لايتنج، ابتدي اروح من هنا على القائمة واقول له فيفيد لايت، بكده بكون خدت كونتراست عالي وواضح بالشكل ده على السين عندي. هبتدي في الفل اقلل الفل شوية، بالشكل ده كده. ممكن اخد كل اللير واخد منها الت واسحب بالشكل ده كده بحيث اخد منها نسخة واقول له محتاج اعمل لهم ميرج، بعد كده اقول له كليك يمين واقول له convert to smart object، بالتالي بقدر اروح على فلتر ومنها كاميرا رو، ممكن اضيف شوية تاتش بس بسيطة للصورة عندي، وليكن بالشكل ده كده هقول اوكي. بكده ده الشكل النهائي للصورة، هبتدي اعمل لها سيف، هبدأ سيف الفوتوشوب عندي البي اس دي في نفس المكان بنفس الاسم، اقول اوكي، من هنا هروح على كلون، هبتدي من هنا بس اظبط الجزء ده، فابتدي اقوله من هنا الت وابتدي بس اظبط شوية الجزء ده، محتاج بس اكبر عند الفرشة، محتاج كمان الاوباسيتي بتاعتي تكون اعلى شوية، وهبتدي اقول له الت، ابتدي بس امشي في الجزء ده، بالشكل ده كده. بحيث بس تكون كلها عبارة عن جزء واحد. كمان محتاج الجزء الخاص بالعشب اللي على الارض ده يكون لونه شوية مصفر، فبالتالي هفتح الواير كولر وابتدي اروح على السيلكت واعمل سيلكت على الجزء ده، وابتدي اقوله من هنا كنترول سي كنترول في، وابتدي شوية العب في الساتوريت بتاعه بس هأثر على اللير دي بس، وابتدي اسحب الساتوريت ناحية الشمال،
بالشكل ده كده. ممكن كمان اروح على البرايتنس واديله شويه برايتنس. بالشكل ده كده. كمان الجزء الخاص بالنخل ده ممكن اروح من هنا من سيلكشن واقول له كولر رينج وابتدي اخد الكولر بس الخاص بالاشجار عندي. ابتدي اقلل بس التأثير عندي هنا. بعد كده هقول له اوكي. فبالتالي عمل لي بس سيلكشن على الجزء اللي محتاجه. ممكن اقول له كذلك تاج الغي الواير كولر. وبعد كده اروح على اللاير بتاعتي اقول له كنترول سي. بعد كده هطلع تاني الاول لاير واقول له كنترول في بالشكل ده كده. بعد كده هقول له محتاج هنا كمان هيو اند ستريت. وبعد كده هبتدي اروح للساتوريشن هنا وابتدي اقلله برضه بحيث بس محتاج اقلل درجة اللون الاخضر الموجودة عندي في النخل بالشكل ده كده. اللي يكون بالشكل ده كده كل حاجة مناسبة بالنسبة لي. ممكن اقوله دلوقتي فايل سيف از. اقوله محتاج اسيف اللقطة عندي بي ان جي واقوله سيف. بعد كده هسيف عندي البي اس دي تاني. ودي كانت نهاية الوركشوب. في النهاية ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتنزل تحت في الديسكريبشن تبص على المصادر وتشوف الفيديوز اللي فاتت وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الجديد. شكراً.